وعلى بركة الله الصعود إلى قمة تستويت. قمة تستويت كيف تشوفوا راه هي فيها الضباب. نتمنوا كل يوم الجو مزيان باش يساعدنا إن شاء الله نطلعوا بخير ورجعوا بخير إن شاء الله. الحمد لله دابا كان الرحلة ديالنا مستمرة، طلعنا من هنا هاد البلاصة هادي وغادي نمشيو مع الطريق إن شاء الله، وغادي نخرجوا فوق تما وهادي هي القمة، وتيزي تلوات هي هادي. هاكا فين هي القمة؟ فين هي؟ بعد ما طلعنا من الدوار لهي لقينا جايين واحد الطريقة راهي باينة، جينا حتى لهنا وحنا ندورو الطريقة على العموم. هاد الساعة راه باينة، الطريقة راه باينة هي هادي، وغادي نبقاو طالعين إن شاء الله. غادي ندوزو من هنا باش نخرجو للقمة إن شاء الله. الرحلة لقمة جبل تستويت أو أي تارسكا كيف تيقولو لي هنا في المنطقة، يعني غادي ندوزو من حدا هاد العزيب، هاهو راه كاين هاد العزيب هنا، وإن شاء الله مع كاين شوية تاع البرد والريح حنا غادي نطلعو مع هاد الشعبة إن شاء الله، غادي نطلعو نيشان باش نخرجو في القمة. وباقي مستمر في الرحله للقمه ان شاء الله. الطريق غادي نبقاو طالعين مع هاد الشعبه، وغادي نطلعوا مع هاد الشعبه حتى لهنا، وهذه هي القمه ديال ايتارسكا او تستويت للعيو ديالها تقريبا 3300 متر، ونخليكم تكتشفوا معنا الطريق. بالنسبه للماء ديال الشروب راه كاين في الطريق، هاكي تشوفوا هذا الخير تبارك الله، هو ها هو تبارك الله، والقمة هي باش توصلوا الشلال اللي ولكم في الفيديو، يعني تما الطريق شويه صعيبه، غادي تحاولوا تدوروا شويه على اليسار وتبقاو طالعين زيكزاكي وتطلعوا مع هاد الحاشيه هادي حتى نمشيو للقمه راهي ان شاء الله. وفي هاد الاثناء هادي بدات الشتا يطيح، نتمنوا الظروف تساعدنا حتى للقمه ان شاء الله. وفي هاد المكان كاين شويه تاع الصعوبه، لان خصنا نبداو نتسلقوا هاد الحجر هذا. نتمنى الله يسلكون دوزو بخير وعلى خير يا رب العالمين، وما نزلقوش حيت في هذا المكان صعيب، هو الواحد يقدر يزلق. عمر مزيان ياك؟ بخير. استراحه ياك؟ ساعتين ديال الطريق. دابا ياك ان شاء الله غادي ندوزو مع هذا الاتجاه هذا، غادي نحاولوا نخرجوا في هذاك فوق هذاك الجبل تما، ونبقاو غاديين حتى نخرجوا في القمه ديال تستويت او اي ترسكا. دابا غادي نحاولوا نطلعوا مع الجرف، كاينه شويه صعوبه، خرجت من هنا فلاك خيط ونبقاو طالعين. القمه راه هي ان شاء الله نوصلوا ليها على خير وعلى خير. نبقاو غاديين مع هاد الشباب ان شاء الله، طالعين وغادي نجيو بين تيزي والقمه هي هذا ديال ترسكا وترسويت. كاين شويه تاع الريح ولكن نتمناو الله نوصلوا بخير وعلى خير. هادي هي قمة ايتارسكا او تستويت، يعني هاد المقطع هذا تيبان ليا هنا اللي كاينة الصعوبة،
لانه كي تشوفوا يعني الطريق واقفه كاين الريح بزاف. نتمنى والله نمشيو بشويه بشويه حتى نوصلوا للقمه. فكان خاصيمو يا الله طريق السلامه، نوصلوا على خير ان شاء الله.